نرجع لمحل كنا عم نحكي فيه من شوي، وقلت لي عن طفولتك وأنك كنت بتحب القيادة، التميز. بتحب التميز. كان ينتبه المحيط أمجد لهي الأمور عندك ابي وحاولوا؟ وابي وامي ويدفشونا. انا بلا بتصارب كيف كانوا يدفشوني هالدفشات. انا ما بسترجي ادفش ابني هالدفشات، روح كذا سوي. تخيل انه طلع براسي يصير مارفن هاجلر بزمانية. مارفن هاجلر هو بطل العالم بالملاكمة يعني. طلع براسي هيك والعب انا بطل جمهورية سنتين. والله بالثمانينات يعني، بالاشبال شباب هيك ناشئين شباب. فبيقرا بعدين عم لك ليش الله بيحبني؟ لانه بيخلصك من اشياء انه انت مش صحون يا حبيبي. تعال يا بابا بدي في تصحيح مسار بعد شوي. ليش انا بحبه كثير. بس حلو انك عملت يعني عملت الاشياء اللي خطرت لك على جنونه اذا. مشان هيك انا بشكر كثير ابي وامي انه اعطوني مجال في مغامره كبيره. بس كثير كان جدي الله يرحمه عنده هاي الرؤيه انه انت يا جد عمر. امتى عملوا لك بوز منعوك؟ يعني في محلات قالوا لك لا هم ما في؟ ابدا ولا مره. لم يمنعوني اهلي ابدا، بالعكس بيشجعوني بطريقه كثير كبيره لدرجه انه بيوجعوني قد ما بيشجعوني. اخواتك امجد كمان انتوا عائله كبيره او صغيره؟ لا نحن صبيان وبنتين. صبيان وبنتين. صبيان وبنتين. وزعتنا الارض في رجائها. وزعتكم؟ اي طبعا. والدك والدتك موجودين؟ نشكر الله. خلي لك ياهم. علاقتك فيهم تواترها كيف؟ كثير كبيره، انا كثير عاطفي تجاههم. كتير يعني ما بقدر اوقات بلوم نفسي انه اوقات بطول مثلا نهار ما بحكي معهم او نهارين ما بحكي معهم، بس علاقتي معهم كتير كثير مؤثرين. ان شاء الله يكونوا اهلي ما عم يسمعوا. ايه علاقتي نهار نهارين. ايه بطول احيانا نهار نهارين، واذا طولت اكثر من نهار نهارين انا بزعل يعني. ما بين علي احيانا، بس من جوا بس احكي معهم بيطلع بقى الخمير والفطير. ونحن جماعه عاطفيين بيقولوا دمعتنا سخيه. فدمعتنا سخية كتير بهاي القصة. ما بنتواصل مع بركة بركة أهلك بركة. يمكن كمان تأثري بحكمة وهبة أميغو العرب، يعني اللي أنا ضليت 3 سنين ببرنامجي الصباحي بلش يا رضا الله ورضا الوالدين ورضا جميع الأحبة المستمعين.